عمل القصة وسبحان الله بعض الزملاء تداولنا في المسألة. طب أنا أعمل إيه؟ كان هو ساعات مش عايز مين من السبب عن الكيلة ديت؟ لا لا مش في اصابات تمت مناظرة. طيب عملت بيها محضر في المحضر، اتعمل تقرير طبي بيها ومرفق للمحضر. المحضر رقم كام بقى؟ رقم المحضر 5921 جناح الأزبكية 2012، ورقم التقرير الطبي 18,300. ذكرت فيه الاعتداء اللي وقع عليك من امناء الشرطه يعني اخبي اكيد طبعا، قلت كل حاجه عندي. كم واحد اعتدى عليك؟ لا هو الواقعيا هو واحد بس، الباقيين كانوا بيحجزوا بشكل اللي هم بيساعدوا زميلهم، بيساعدوا زميلهم يعني. بس هو كان نوع يعني هم في الواجهه هم بين هم بيحجزوا، هم مدربين على كده بس الموقف نفسه احنا عارفين ان هم مش بيحجزوا. يعني مدربين على ايه بقى يا باشا؟ هم مدربين على التعامل مع اي شخص ايا كان شكله، هم واخدين فرق بالكلام ده. احنا كناس معاملين واخدين فرق في القرايه والكتابه. انتوا جيتوا فور سمعكم بالاعتداء؟ تاكيد. كم عدد المحامين الموجودين تقريبا؟ حوالي بتاع 30 دلوقتي، يعني مش شايل مش شايل على 50 30. ناس جايه في الطريق كتير. في ناس جايه في الطريق؟ جايه في الطريق. الاعتصام ده مستمر لحد ايه؟ لغايه ما ناخد حق الاسم محمد صبري. في جزء من المحامين موجودين عند مكتب النقيب العام. في جزء من المحامين فين؟ عند مكتب النقيب العام. عند نقيب العام. ونقيب الشباب موجوده، ونقيب الشباب موجود. استاذ ابو طالب. استاذ خالد ابو طالب نقيب الشباب؟ شباب على القاهره. حضرتك ناويين تاخدوا خطوه جاده في الاعتصام في اماكن ثانيه ولا هنا بس؟ لا هنستمر هنا في الاعتصام في درجه. لحد امتى؟ لحد ما حارس محمد يرجع. ايوه صحيح.